يقول في قضية أخرى: بعد رمي الجمرة الأخيرة بت بسبب مرض جاءني، وذهبت بعد صلاة الفجر إلى مكة وعملت طواف الوداع ودخلت جدة. قيل لي المفروض بأن ترمي يوم الرابع بعد الزوال وتسافر، هل علي شيء؟ نعم. بعد رمي الجمرات الأخيرة بت بسبب مرض صاحبني وذهبت بعد صلاة الفجر إلى مكة. بات في ميناء يبدو. نعم. يبدو أنه هكذا. نعم. نعم. إذا كان بات في منى بسبب المرض كما يقول، فإنه يجب عليه أن يرمي في اليوم 13. طيب. وإذا كان ترك الرمي، نعم، فيكون عليه فدية. اللهم استعان. وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. اللهم استعان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.